لكم التحية مشاهدين الكرام في كل مكان، متواصلين معاكم من خلال هذا المد الصباحي الجميل، ودائما بنزعد بضيوفنا اللي بيكونوا معانا داخل الاستوديو صباح الخرطوم يا فاطمة، وبنفرد مساحات أكيد لتنوع في المجتمع بتنوع المجالات المختلفة. الدراما يعني نستعين بها في كثير من قضايانا المختلفة، الدراما هي الطريق اللي بيوصل لنا كل رسائلنا للمجتمع ولكل بيت سوداني. دائما من خلال الدراما نحن بنقدر نوصل أشياءنا الجميلة. تجمع الدراميين السودانيين عندهم إن شاء الله يعني تجمع تشاوري عشان يتكلموا عن حال الدراما، ما عليهم وما عليهم، مشاكلهم، أدوارهم المختلفة، شنو المحتاجين له، شنو المفروض يقدموه له المجتمع. وده كله حيكون يوم 26 إن شاء الله في الشهر ده ذاته، شهر 10 في مدني لكل ولايات السودان المختلفة. إن شاء الله يكون تجمع خير وخير للدراما وللشعب السوداني. حنرحب بضيفنا داخل الاستوديو. نعم صباحا عشان نتعرف أكثر أو أكثر عن التجمع ده، سعيدين جدا إنه يكون معنا الأستاذ أمين جابر رئيس تجمع الدراميين السودانيين. لك التحية وصباح الخير عليك. مرحب، صباح النور، وأهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين، والتحية لكم ولكل التيم العامل. لك التحية أستاذ أمين، وأنت برضو رئيس جماعة المسرح السوداني وأيضا مدير مسرح الجزيرة سابقا، وأدوارك كبيرة جدا والعبء عليكم أكبر من خلال تجمع الدراميين السودانيين. فخلينا قبل ما ندخل لمضابط حوارنا ونشوف مشاكل الدراما واحتياجاتكم في الفترة القادمة، خلينا نتكلم عن الكيان ده ذاته، عن تجمع الدراميين السودانيين اللي بيشمل لنا كل ولاية السودان في تجمع واحد. أكيد عندكم فلسفتكم، عندكم رؤيتكم، عندكم فكرتكم لكيف انكم تقودوا الدراما في المرحله القادمه. طيب ده انت بدات لنا بالسؤال، سؤالك ده بالامتار زي ما بيقولوا بكم كيلو كده. طيب والله انا سعيد جدا انه اكون بيناتكم، وشكرا لكم لهذه المساحه دي. اولا كده خليني احيي الشعب السوداني اول حاجه باتفاقيه السلام اللي حصل ده، وان شاء الله يكون سلام دائم وسلام مستدام يعود على الشعب السوداني بالخير واليمن والبركات، ويعود على الناس بمعنويات وامال واشواق ان شاء الله. تجمع الدراميين السودانيين ده بغض النظر عن أي جوانب سياسية هو تجمع فني بحت. الغرض منه زيه زي كل الكيانات الموجودة في التجمعات الأخرى، تجمع المهنيين، تجمع المهندسين، تجمع الأطباء، تجمع شنو، فهو جسم. الآن الدراما أصبحت مهنة، أصبحت مهنية يعني، وأصبحت حرفة، وأصبحت صناعة. الناس كلها في كل الأوضاع المختلفة في التجمعات دي ابتدت تتماسك وابتدت تقدم نموذج جيد جدا. النموذج بتاع الدراميين في الفترات السابقة كان فيه حاجات كده، الإدارات اللي كانت غايمة على إدارة الفنون كان في مشاكل من اتحاد فنون درامية، اتحاد ممثلين، اتحاد المهن التمثيلية، نغابة شنو ما بعرف. الأسامي دي كلها بغض النظر عن الأسامي، لكن احنا عايزين في الفترة الجاية إذا كان في تغيير حقيقي لكل الأحداث اللي حصلت مؤخرا دي، الدراما واحدة من معاول التغيير تماما في المشهد القادم يعني. أنا هتكلم بصراحة شوية. المشهد الجاي ما مشهد ولا هو خطاب سياسي ولا هو خطاب ديني ولا خطاب قانوني ولا تكتلات، هو خطاب ثقافي يخاطب وجدان الشعب السوداني، يخاطب العقلية، يخاطب روح الشباب الناس. عشان انا اتكلم عن التعايش السلمي محتاج اتكلم عن طريق الدراما. عشان اتكلم عن الانتخابات حيتكلم عن الدراما. عشان اوصل الناس والله في ظروف البلد حاصل كده حيتكلم عن بالدراما. بقت اقرب وسيله في انه الناس تقدم عطاءها عن طريق الكبسولات الصغيره دي من الدراما. طيب هي الدراما دي ذاتها شنو يعني؟ هو ذاته يقول لك الزول درامي. ما هو الدراما دي شنو؟ الناس قاعده تقول لك والله درامي. الدرامي ده مش معناته هو ممثل بس، لا، الدرامي ده يعني بقت مهنة كبيرة جدا جدا في جيش جرار جوا المهنة دي، من المخرجين والمؤلفين والكتاب وكتاب السيناريو بتاعنا، المكياج والديكور، حكاية جيش الشغال ده كله بنسميه درامي. فدورهم في المشهد الجاي دور كبير جدا، لا بد من أن الناس تتنظم وتكون معول حقيقي لتغيير في المشهد السوداني عموما يعني، بغض النظر عن اي حاجات، بالذات المساله بتاعت التعايش السلمي والفروقات نحن من زمان لو تكلمنا بصراحه شويه عندنا اشكاليه كبيره جدا في معتقدات نحن في معتقداتنا. اشكاليتنا في شنو؟ في انه معليش للكلام اللي عايز اقوله ده، هو قد يكون كلام هو حقيقي لكن الناس ما تتجاوزه. الكلام الحقيقي في انه نحن قاعدين نتكلم كثير جدا، يقول لك يا اخي حاجات سابقه نحن جزء منها يعني،
مجلة الله يا أخي ده تصنيفه معارف، ده حلبي وده معارف عربي وده عربي جزيرة وداك معارف منه وده جنوبي وداك الكلام ده يتأثر حتى دخلت في ديكاتنا وفي أشياء السودانية يعني هسه في جهات حتى نحن ما بنغفل نفسنا نقول والله نحن ما صنع في الحاجة دي، فعلا نحن عندنا دور في الحاجة دي من وجود الاتحادات القديمه من وجود الناس الفرق القديمه اللي اثرت للحاجه دي، القبيله الفلانيه شنو ما بعرف الفريق العبل الخادم الحلبي ده كلام ما بيشبهنا ما بيشبه السودانيين خالص، ولا كنا في يوم من الايام عندنا حاجه زي حتى الفرقه نحن مشينا لفينا السودان ده كله الفرقه الموجوده والجماعات ما في كلام زي ده في الفنان ما عنده حاجه زي دي في راسه في مصر في سوداني في سعودي في وطنك وطن فقط. ايوه نحن سودانيين سودانيين دراميين دراميين السودانيين خلاص نكتفي بالحاجه دي نشوف نحن عايزين نعمل شنو تغييرنا في شنو يعني شنو اللي بخلي الدراما قليله الانتاج ده سؤال كبير جدا حاجات كثيره بتخليها هي قليله الانتاج من زمان برضو تاريخيا برضو نحن نقول زمان عندنا شماعات كثيره قاعدين نعلق على حياتنا منها يعني الكلفه العاليه للانتاج غير الكلفه العاليه للانتاج النظره ذاتها نظره السياسيين سابقا بيفتكروا انه الدرامي ده هو الحزب الانتي للحكومه والكلام ده غلط طبعا يعني غلط وتصنيفهم بانهم ما عارف شنو كده وكده وتصنيفهم في انهم ذاتهم معاولهم مواعينهم الثقافيه يعني مثلا كليات التربية كثيرة، كليات الصيدلة كثيرة، كليات الهندسة كثيرة في كل ولاية. الكلية بتاعت الدراما واحدة، 30 سنة لا واحدة، يا دوب يعني في حاجات كده واضحة ما دار نتكلم فيها. مسارح الدولة في كثير جدا من المواقع تم تدميرها بفعل فاعل، تم بيعها، دور السينما قفلت. يعني في شنو الثقافة دي بتخوف للدرجة دي يعني ما بتخوف. الناس الآن بس بتقول لك المسرح القومي. المسرح القومي. المسرح القومي ذاته يعني جزء من المنظومة الحاصلة في 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 المواقع كلها في السودان يعني. لكن في إشراقات في بوادر أمل في اتفاقيات تمت مع ناس كثيرين جدا على المستوى السياسي وعلى الناس الماسكين السلطة تحديدا في مدن يعني لو تكلمنا عن تجمع الدراميين السودانيين في مدن ده برعاية أخونا الدكتور عبدالله إدريس والي ولاية الجزيرة زول متفاعل نحن بنحييه من هنا وبنقول له يا أخي نحن معك معك بفهم إنه هو ذاته فهمه مختلف ما زي بقيت عايز يطور الولاية وعايز يطور الحاجات عن طريق الدراما والفنون والثقافة هو راعي للحاجة دي ويتبنى الفكرة بتاعت إنه والله يا أخي يتبنى فكرة ما قيام مهرجان الجزيرة المسرحية تأهيل مسرح الجزيرة إعادة تأهيل مسرح الجزيرة الموسم المسرحي واللغاء الجامع عشان الناس كلها تقول شنو في الفترة الجاية نعم نعم طيب يا ريت لو تكلمنا عن المشاركين في المبادرة طيب المشاركين بالأجسام والأشخاص والجهات الرسمية والشعبية والفنانين الدراميين على العموم يعني ما عايز أقول كل النجوم الموجودين في الخرطوم هم كنا في لغات مبارح تفاكرية في تنفيذ العمل ده ووافقوا على المسألة تماما بدون استثناء أو ذكر أسماء كل النجوم الموجودين قاعدنا نشوفهم في التلفزيون والإذاعة والناس بتاع المسرح وبتاع الكوميديا والناس الجميلين كلهم حيجون هناك الناس الباحثين والدارسين في مجال الفنون الدرامية حيجوا في مدن في حتتقدم سيمينارات وأوراق عمل وورش وحيكون في لغاء كبير بين والله نحن عايزين نقول شنو نحن دراميين ليه الراجين شنو نحن عايزين شنو من المجتمع عايزين شنو من الدولة ولما نقول الدولة ما معناتها الحكومة الدولة برا والحكومة برا الحكومة هاي عندها أجندتها نحن كمان عندنا أجندتنا كدراميين أجندتنا في إنه والله نحن عايزين نقدم مع الناس شنو نحن ماشيين للناس نمشي للناس في محلهم ما نخلي الناس تجينا طرح فيه تكامل فيه شراكات ذكية مع كل أفراد المجتمع السوداني مع كل منظمات المجتمع المدني لا بد من إحداث تغيير فعلي عن طريق الدراما الموجودين في 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 اللغة الجامعة في مدني في مختلف الولايات كل الناس من كل ولاية جايننا مجموعة ممثلين للولاية بالإضافة للناس المهتمين حان قعد نتناقش ونتفاكر يعني أستاذ أمين دي تظاهرة ثقافية كبيرة بالزبط. جدا نعم. حتكون في مدني نعم. يعني مدني الجميلة مدني الثقافة والفن والتمثيل وكل الأشياء الجميلة هي موجودة صحيح. في مدني فكثير من الناس بيفتكروا إنه الدراما السودانية دي ما قاعد تأخذ حقها الكامل حتى من تقييم لو شفنا الدراما خارج السودان المصرية والسورية أو غيرها من الدراما الدرامي ذاته حتى ما بنشوفه في الشارع صحيح. لكن في السودان عموما يعني ما محترفين أصلا بالنجومية والشهرة والدراميين
فما عارف الحاجه دي قاعدين نعملها نحن ك يعني انتم كدراميين ولا المجتمع هو اللي بيتعامل مع الدراميين او المثقفين عموما. صحيح. بالطريقه دي منو اللي بقيم نفسه؟ يعني انا اللي بقيم نفسي ولا الشارع هو اللي بيقيمني ولا الجهات الرسميه هي اللي بتقيمني؟ منو اللي بيقيم الثاني عشان احنا نصل لانه كل واحد ياخذ مكانه الصحيح؟ صح. عشان يؤدي دوره بالشكل الصحيح زي ما قلنا انه الدراما دي بتخش اي بيت سوداني، لابد ان احنا برضه نراعي القيم والعادات والتقاليد واشياءنا السودانيه، رسائلنا اللي عايزين نقولها دي نقولها بياتوا طريقه عشان تصل للناس من الباب ده. طيب ده كلام كبار كبار. اولا طبعا عشان نتكلم كلام كده مؤسس شويه، زمان بيقول لك يا اخي المعاناه تولد الابداع. انا في تقديري الشخصي الكلام ده ما في حاجه اسمها المعاناه. يعني ما ممكن الليله الممثل السوداني ده، انا لفيت كثير جدا من الدول وعارف اللي حاصل شنو في التجمعات الموجوده في الفنون دي تحديدا. ما في ممثل بيكون ماشي كداري وشايل له سندوتش بتاع طعميه وولده فصلوه من المدرسه وما دفع الرسوم بتاع شنو ام عيان عشان يجي يقدم له بروفو ولا يعمل له عرض. صح. ما في معاناه بتولد ابداع، ده كلام ولا حتى يعلن عن نفسه يعني. عندنا فرق، نحن كسودانيين فرقتنا كبيره ما بين النجم والزول المشهور. في زول مشهور، في زول معروف، لكن النجوميه حتى الناس الموجودين في السودان هنا، حتى النجوميين النجوم الكبار اللي بنقول عليهم نحن فايف ستارز هنا في السودان، هاي نجوم عندنا نحن في السودان نجوم، لكن لو جينا لتصنيف النجوميه هم ما نجوم، لانه بيخش السوق ويشيل كيس ملاح وبيمشي دكان يشيل اللبن، يعني بيكون هو انسان سوداني بسيط لكن معروف او مشهور. عكس النجوميه الموجوده في العالم عموما، بتلقى النجم ده عنده عربيته وعنده دكتور وعنده الصيدليه بتاعته وعنده شنو ما بعرف شركات تروج له وعنده طيارته وعنده حاجات كثيره جدا. مدير اعمال، يعني الحاجه دي هنا ما في هنا في السودان تحديدا، غايه انا ما اعرف الباقي، لكن في الدراما ما في، في الدراما في ما مشهورين في مشهورين، لانه بيعانوا معاناه شديده. لما نجي نقول الانتاج، الشماعه بتاعت الانتاج، والله اغلب الدراميين اللي قاعدين تجوا وراهم وبينتجوا في ظروف صعبه جدا. نعم. ظروف صعبه جدا. واحدة من الإشكاليات الحقيقة الاستمرار، لو في استمرار في إنتاج. يعني إحنا ما قاعدين نستمر لأنه ظروف الاقتصادية للبلد، ظروف الناس، ظروف كده. الواحد بيكون شغال له شهرين بروفات، بيشتغل شغل موسمي بروفات ويجي عشان يقدم عرض مسرحي، يقدمه ثلاثة يوم ويقف، دي حاجة صعبة جدا. الحاجات الممكن أن احنا نتكلم فيها بشكل أعمق عشان كل الأخطاء دي تدريجوها من خلال التواجد بتاع المؤتمر التجمع. الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها بشكل أعمق بأنه الإنتاج أو الناس بتشوفنا في الدراما في التلفزيون، الشعب السوداني محتاج لدراما سودانية. نحن بنقول الكلام ده وحقيقة، ويمكن في الغنى هنا بتكون عارفين المسألة دي. الدراما السودانية مشاهدة بنسبة عالية جدا، بغض النظر عن أي أفكار تانية بقول لك يا أخي اللي بيسوي كده مالون، يا أخي اللي يا أخي الحاجة دي معادة، يا أخي كده. طيب ما في تطور حولنا، في ميديا، في فضاء واسع جدا. الفضاء الواسع جدا ده في الريموت قدامك، في قنوات متخصصه للاطفال بتاع الدراما، قنوات متخصصه بتاع الدراما. المشاهد السوداني الان بعين رغي جدا اكيد، بعين دراما امريكيه، دراما مصريه، دراما تركيه، دراما ما عارف ايه، لكن محتاج لدرامات السودانيه دي، لازم نوجدها. نحن زمان كان في حاجات مغيدانه نحن في الدراما السودانيه، مبتوره المشاهد بتاعتنا، مبتوره برضو بفعل فاعل، بقولها بالواضح. يعني هسه نحن ما عاد بنشوف الدراما السودانيه، بنشوف الدراما البرازيليه والامريكيه وغيره وغيره والمصريه، حتى المصريه بنشوف في التلفزيون عادي بتلبس البيت، بيكون لابسه جلابيه البيت مع راجله في ما تمثيل ودراما واقع بينقلوا لنا في الشاشه بنفس القدر. انا ما عايز انقل الواقع بتاعي، بتجي واحده ام لحبوبه عجوزه ولدها جاي مغترب من السعوديه عايز يتزوج، حال المجتمع السوداني هتحضنه وتبكي معاه وشغله، مش كده؟ ده موجود في السودان ولا انا حاجه نجيب حاجه ثانيه؟ هنا لو عملوها في السودان مشكله كبيره. يعني عندنا اشكاليات في انه تحجيم الكتاب، تحجيمهم في يعني لما تجيب لك حاجه يرفض لك النص عشان حاجات تافهه جدا. الان الكلام ده بيجي من هل الدراما بتطلع من عاداتنا وتقاليدنا مثلا؟ لا يمكن انها تطلع من عاداتنا وتقاليدنا اصلا، ما يمكن. الدرامي السوداني درامي محترم جدا، مغيم فكريا وثقافيا، وعنده تجربه وعنده خبره كبيره جدا، لا يتجاوز اي حدود في شكل من اشكال العادات والتقاليد وحتى الديانه. نعم. دي حاجات مهمه جدا. نعم. طيب حسي، يعني زي ما انت ذكرت انه دراماتنا السودانيه محبوبه جدا. نعم. يعني من زمان، من يعني المسلسلات القديمه مثلا زي قمار الضواحي والذهبايه وكذا، يعني ليوم الليله لو مثلا اتعاد المسلسل تاني يعني حيكون في متابعه كبيره جدا. صحيح.
طيب هسه حاليا الان يا فاطمه برضه لو فتحنا القنوات بنلقى عوده للدراما صحيح. حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يعني في مقاطع قاعد تنزل وبتلقى رواج كبير جدا. طيب حاليا الشباب بيقوا بنزلوا مقاطع مثلا دراميه وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل ده برضه سبب من الاسباب انه يعني او مشكله يعني نقدر نقول عليها مشكله من المشاكل اللي بتواجه الدراميين مثلا انه مثلا في الانتاج فبيقوا بينزلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله دي حقيقه. هو طبعا الناس انا دا اقول حقيقه حق الناس تو على كويس، لما انا اوصل معلومه عن طريق الميديا او دراما ما يكون البحث عن انه انا عايز ابقى نجم. النجوميه دي ما بتجيك بالراحه بالراحه، لكن قدم لي رساله، قدم لي حاجه مفيده، قدم لي طرح في ما الغرض الاضحاك بس عشان الناس تضحك ولا لا، قدم حتى الاضحاك ده يكون فيه سبب. نحن عندنا اشكاليه ذاته في الفتره اللي فاتت، الناس كلها صاره وما تعرف الزول ده صار ولا الله خالقه كده، ما بتعرف هو مبتسم ولا حالته كده. ليه؟ لانه في هموم، بقينا نفكر لغايه الساعه 2، بعد الساعه 2 ما في تفكير. الناس كده بتكون خلاص برمجت على الحاجه دي. ما الغرض بانك انت والله تقوم تقدم لي حاجه في الميديا وتخش في بيتي وتخش في تليفوني في جيبي في خلاص قدم لي حاجه ترضي طموحاتي اي بالضبط ترضينا نحن كدراميين ترضينا كمجتمع يكون فيها حاجه بتغير شكل الدرامي وشكل المجتمع، يعني ما تاسس لفكره انك انت عايز تبقى مشهور وتطلع قروش دي. نعم. حتى بتجيك ولا استاذ امين، يعني احنا نتمنى انه دراماتنا السودانيه دي ترتقي وتقدم لنا اكيد دراما جميله وحتى نستغنى عن الدراما الهنديه والتركيه وغيرها من الدراما. ان شاء الله نلتقيك يعني بعد التجمع التشاور ده ان شاء الله بعد 26 تدينا انعكاسات التجمع ونشوف التوصيات اللي طلعتوا بها. موفقين باذن الله. شكرا لك. والله يا اخي انا شاكر لكم. وعندي كلمتين اخرانيات كده صغار يا دراميين السودان، كلكم مدعوين تماما اذا كانت الدعوه دي رسميه وشعبيه، نحن دارين لكم في ود مدني في يوم 26 حضور بدون استثناء. وأرجو تسليط الأضواء، يعني التلفزيون نحن برضو بندعو تلفزيون الخرطوم بأنه يعمل تغطية، وفي في تلفزيونات كثيرة حتى تعمل تغطية إن وإن شاء الله يا أخي نقدم ما يرضينا في ولاية الجزيرة، درامي ولاية السودان في ولاية الجزيرة، تجمع فيه أهداف محددة ما عندي علاقة سياسة. أنا شاكر ومقدر المساحة الزمنية ونلتقي شكرا. إن شاء الله في كل سنة طيبين. شكرا لك أستاذ أمين جابر رئيس تجمع الدراميين السودانيين وهو مدير مسرح الجزيرة سابقا وأيضا رئيس جماعة المسرح السوداني. متواصلين معكم مشاهدين الكرام في كل مكان مباشرة.